ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب في البرلمان في العراق السيد باسم خزع الخشان. مرحبا بك معنا سيد باسم. تحية لك وللمشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة. حياكم الله. في تصريح لكم حذرتم من خطورة الوضع في ظل الإصابات المتزايدة لفيروس كورونا، ما مضمون هذا التخوف؟ الحقيقة يعني النظام الصحي في العراق أسوأ الأنظمة في العالم، يعني أولا الفساد كبير، الأدوية اللي تصل العراق معظمها إما تكون إكسباير أو من عدم الفعالية، حتى طريقة استيراد أو تهريب الأدوية، يعني تم الكشف عن حالات يتم فيها استيراد الأدوية بحاويات غير مبردة وتهريبها عبر المنافذ ويتم توزيعها على المداخل والصيدليات. هذه الطريقة في التعامل مع الحالة والنظام الصحي حقيقة خلت العراق في وضع سيء، إضافة إلى ذلك المشافي والمراكز الصحية ما بها أي أنظمة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر لو يعني تم الكشف عن حاله، يعني نعم سبق الامر وقت طويل لمعرفه ماذا كان الشخص مصاب او لا، فممكن ان تكتشف العدوى، وطبعا هذه مشكله كبيره حتى مثل ما لاحظنا في الـ في اليابان. نعم يعني ايضا يعني حتى اليابان ما قدرت تسيطر عليها، تصور اذا كان دوله مثل اليابان تعرف على السيطره على مرض الكورونا فكيف يكون الوضع العام؟ إذا كان الوضع في النظام الصحي في العراق هو الأسوأ كما تفضلتم، هذا يثير سؤال عن مخصصات وزارة الصحة، أين تذهب إذن؟ على ماذا تنفق؟ يعني وزارة الصحة أنا تقريبا متخصص في قضايا الفساد في محافظة المثنى متعلقة بعقود وزارة الصحة أو مدير أو وزارة الصحة المثنى. حقيقة العقود الفارق فاحش جدا خرافي، يعني مثلا إذا فقط الثلاجة سعرها ما يتجاوز 1000 دولار يتم شرائها بتقريبا 35,000 دولار، يعني أضعاف مضاعفة الأسعار الحقيقية، إضافة إلى ذلك صفقات الأدوية والمشتريات غير الضرورية، تلك الأشياء الضرورية اللي ممكن تحقق مصلحة للمواطن والمريض هذه تترك وتهمل ويتم تسديد الاموال وهجرها على صفقات غير لا تؤدي اي خدمه للمواطن. نعم. ما رايك سيد باسم في موضوع فتح المعابر والتبادل التجاري بدعوى تدفق البضائع من ايران، مع ان هناك يعني اصابات كبيره ومحققه وعدد وفيات كبير في ايران نتيجه الاصابه بهذا الفيروس؟ يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد باسم خزع الخشان وهو النائب في البرلمان العراقي.